يقول السائل: توفي والدي منذ ما يقرب من شهر ونصف ولم أزره بالمقبرة، هل علي إثم؟ زيارة القبور سنة ما هي بواجبة، ما هي بواجبة، يجوز أنك تزور، يستحب أنك تزور المقابر للاعتبار والدعاء للميت، وإذا لم تزر فليس عليك إثم، ولكن بإمكانك تدعو لوالدك أو لقريبك أو لأخيك المسلم ولو لم تزره في المقبرة، تدعو له في الصلاة، تدعو له في الطريق، تدعو له في أي مكان، تدعو له. نعم.